شكرا لرعاة تغطية كومبيتكس 2023 ASRock, MSI, ASUS وROG, Cooler Master, Team Group وFractal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في حدث إطلاق فراكتل لكيس جديدة مميزة جدا جدا جدا, كثير صغيرة كثير غير, الله أعلم أداها كويس ولا لا, فخلينا نشوف مع بعض. قبل ما نروح للكيسات الجديدة خلينا نلقي نظرة سريعة جدا 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 على صناديق فراكتل اللي أصلا موجودة في عنا سلسلة الديفاين اللي عرفت أو شهرت فراكتل من زمان, زائد الماشيفاي اللي هي أول كيس جربناها من فراكتل على القناة. جربنا كيسات فراكتل قبل ما نفتح القناة, ولكن الماشيفاي سواء كانت 1 ولا 2 ولا كومباكت جربنا كل هاي الكيسات وكان الاير فلو تبعها جدا ممتاز, ولكن الكومباكت كانت شوي صغيرة وحتى 2 كان فيها بعض المشاكل اللي المفروض انحلت بالتورنت والنورث والكيسات الأخرى اللي راح نشوفها كمان شوي. وهاي هي كيس لفراكتل تيرا, زي ما انتم شايفين حجمها صغير جدا جدا جدا, يا دوب توسع بورد الميني اي تي اكس, ولكن المفروض 9 كروت لغايه 40 80 او 40 90 حسب الموديل طبعا, لانه واحده من الكيسات المعروضه هون عليها كرت الفاوندرز اديشن. اذا نطلع على الكيس من الامام لاحظوا انه في من الاسفل الخشب تبع الكيس اللي استعملوه بنسخه النورث, والظاهر انه هاي صارت السيجنتشر تبعت فراكتل استخدام الخشب بالصناديق. والفرونت اي او بسيط جدا, في عندنا باور يو اس بي اي ويو اس بي سي, اضافه الى الفرونت اللي جاي مسكر تماما. اما كل الجوانب جاي مفتحة, من الأعلى مفتحة, الجنب الثاني أيضا مفتح, ومن الجهة الخلفية عندنا الباك آي أو تبع كرت الشاشة واللوحة الأم. معظم كيسات الميني آي تي إكس اللي بهذا الحجم تعمل ري روتينج والكيبلات من جهة والبورد من جهة بتغلب كثير, بس هاي لا صراحة. الصندوق بيفتح بطريقة غريبة ومميزة جدا, الغطاء العلوي بنسحب بس, عبارة عن حديد برشت أو ألمنيوم برشت خشن, ما بيطبع, لا بيطبع على فكرة, بيطبع بصمات, هاي ملاحظة, ولكن ما عندنا أي فلتر حاليا عليها. الغطاء الجانبي عبارة عن باب بفتح هيك, شوفوا ما أبسط الفكرة, واحدة من الأفكار البسيطة جدا اللي ممكن تفك إنها رح تخطر عبالك, بس لا. في عنا شعار فلاكتل هون وفتحات جاية عمودية, البساطة تبعت هاي الكيس جدا محليتها. الصندوق جاي دول تشيمبر ديزاين, نفتح الغطاء. الحجرة الأولى عندنا اللوحة الأم ميني اي تي اكس زائد باور سبلاي الاس اف اكس, بس لوحة أم باور سبلاي, والباور سبلاي بيوصل بهذا السلك اللي بيمشي أسفل الكيس إلى الجهة الخلفية وبس. أما الحجرة الثانية ففيها مكان كرت الشاشة 2 سلوت وسلوت إضافية للتهوية, طبعا ما في مشكلة إذا كرت الشاشة وصل للآخر لأنه في عندنا غطاء عشان التهوية عادي, حتى لو لزق ما في أي مشكلة. طول كرت الشاشة المدعوم تقريبا 320 مليمتر, يعني معظم كروت الشاشة توسع هون, ولكن المشكلة طبعا بسماكة الكرت. الفاوندرز إديشن لل 4080 بيجي هون, ولكن المشكلة بكروت الأفتر ماركت. في عندنا منطقة هون شايفين كرتونة الأكسسوارز, هذا الفراغ يستخدم للكيبل مانجمنت للباور سبلاي واللوحة الأم. زي ما حكيت تصميم جدا بسيط ولكن نتيجة لطيفة كثير. وهذا شكل الكيس من الجهة الأمامية, كل هذا الكلام مسكر. في عندنا بار او خط من الخشب, كبسه باور, يو اس بي اي ويو اس بي سي. لاحظوا كيف الكيس مطبع بصمات من استعمالات الناس, فالفينش المات اللي عليه مأثر على هذا الموضوع. الجهه الخلفيه فيها الباك اي او تبع اللوحه الام, الباك اي او تبع كرت الشاشه, والسلوت الاضافيه لتهويه كرت الشاشه اللي بيسكرها كرت الشاشه اصلا. شيء لطيف جدا بهاي الميكانيزم تبع فتح الباب, انه امكاننا شو نعمل, بس نكبس هاي بيطلع كل الغطاء. مره ثانيه بنرفع الغطاء, نكبس هاي بس تطلع. نفس الشيء من هون, نفتح الغطاء نكبس هيك, كل الكيس يا جماعة صارت مفتوحة من هون أو من هون. عملية التجميع راح تكون سهلة جدا, احتمال تكون هاي أول ميني اي تي اكس كيس ممكن أجمع فيها بدون ما أجرح إيدي. خلينا نشوف, لاحظوا إنه في أرقام وضعيات من 1 إلى 7, نفك البرغل اللي هون واثنين اللي بالأسفل, بتقدروا تزيحوا هاي يمين أو يسار, بتكبر الشيمبر تبعت كرت الشاشة أو الشيمبر تبعت اللوحة الأم, لأن هذا الكلام بغير من قياس المبرد تبع المعالج, بس تدعم تبريد هوائي هاي, معنا من 41 ملم حد أدنى إلى 77 ملم حد أقصى. فكرة جدا 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 جميلة. وهذا هو الصندوق من الجهة السفلية, هاي البراغي اللي حكينا عنهم وضعيات من 1 إلى 7, لازم نفكوا 2 هون 2 بالاعلى عشان نقدر نحرك البارتيشن او القاطع بين الحجرتين, ونفس فتحات التهوية موجودة هون, وفي عندنا مكان لمروحتين 120 ملم, لان على الاغلب ما راح تقدر تركب المراوح هاي لما تركب القطع, بس ممكن تحط سليم فان, ممكن تكون بحاجتها ممكن تكون لا, ببين ان شاء الله لما نجمع فيها. اضافة للونين الاسود والابيض, الكيس بتيجي بهذا اللون الاخضر الفستقي, ما مش عارف شو وضعه هذا اللون, بيجي ميتاليك شوي يعني مش مات زي الاسود. الكيس من جوا بتيجي باللون الاسود, فعلى الاغلب فقط البانلز هي اللي بتتغير, بمكان الواحد يدهن او يغير الالوان او ممكن يعمل ميكس اند ماتش, ولكن باقي الاشياء كلها نفس الشيء, نفس المقدمه, بس الشيء الوحيد اللي فرق البانلز الخارجيه. انا بعرف انه حكيت انه الكيس بيجي منها اسود وابيض واللون الاخضر, ولكن طلع اللون الابيض هو فعليا فضي او سيلفر, فصراحه جميل جدا وجاي ميتاليك, الاسود هو الوحيد اللي جاي مات, فمش عارف شو اختار اي لون, كلهم جميلين. هذول صناديق اصلا موجوده بتنباع بالسوق, في عندنا
التورنت بعد ما جربناها، وايضا البوب سيريز والفوكس 2. ان شاء الله راح نجرب كل هاي الكيسات في الفتره القادمه، نعمل فيها تجميعات من اقتصاديه الى متوسطه الى عاليه، ونجرب هل اداها كويس ولا لا. عندنا هون صندوقين جدا جدا مميزين، واللون الابيض عليهم حلو، نزلوا مؤخرا لكن بعدنا ما عيناهم. ان شاء الله زي ما حكيت خلال الفتره القادمه راح نعاين كل هاي الكيسات ونجمع فيها. عندنا هون صندوق ريدج اللي بيجي بقياس ميني اي تي اكس واس اف اكس، طلعوا مرفعه جدا جدا رفيع ولكن في عمق. هون عندنا الفراكتل نورث اللي ان شاء الله بعد كومبيتكس على طول رح نعمل فيها إشي. لاحظوا المقدمه الخشب تبعت هاي الكيس، رح نخوض بكل تفاصيلها ان شاء الله بالفتره القادمه، ولكن اليوم تركيزنا كان على التيرا اكثر. هذول ان شاء الله رح نحكي فيهم بالتفصيل لما نجمع. وهي كانت نهاية تغطيتنا لحدث إطلاق فراكتل اللي كان برا نانغانغ مش بنفس المعرض، تغيير جو يعني. شو رأيكم بالكيس الجديدة والكيسات الأخرى اللي شفتوها؟ خبرونا بالتعليقات. لا تنسوا تغطيتنا مستمرة إن شاء الله خلال المعرض وبعده. تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا ماد. سلام.